شم الشم المحلاب يا موليالي. مشاهدينا كما تشاهدون في الغالب هنا المشاركين في هذه التظاهرة هم من أصحاب الإقامة السنة أصحاب إقامة الحماية الثانوية، وهذه الحماية لديها بعض السلبيات. أنا صار لي بالنمسا تقريبا ما يقارب 3 سنين، صار لي سنة ونص مقدم طعن ولحد الآن ما في أي رد، والقاضي يقول لي منطقتك منطقة آمنة. كيف منطقة آمنة؟ امبارح كان الطيران عم يقصف فيها. أنا مطلوب عسكري وعندي الإثباتات وقدمت كل الإثباتات الموجودة، وصار لي سنة و4 شهور مقدم طعن وما في أي رد. هلا قشور بشار الأسد ولا واحد من السوريين الموجودين اللي عنده بيوت وعنده أراضي وعنده أملاك وعنده أرزاق بسوريا يرجع على بلده. احنا ما لاجئين جو، ما لاجئين سوسيال. نحن بس نطالب بالحكومة النمساوية بلم شمل أهالينا، بلم شمل إخوتي، أنا عاطيني سنة والوالدة عاطينا سنة، ما بنقدر نجيبهم هلا، إذا بدي أجيبهم تهريب، إذا بدي أجيبهم عن طريق البحر بتغرق. صح ولا لا؟ بدهم يموتوا، طب ما يعني عطونا يعني لم الشمل السنة مشان إننا نقدر نجيبهم، يلموا شملهم يعني قصر، كيف بدي أجيبهم أنا؟ مو بقولوا لازم نلتم؟ إحنا ما ملتمين، أنا منه علي ماني ملتمة، بدي ألتم بيني وبين أهلي. لا، لبنان هي بلد عنده استطاعة أنه يشتغل فيها ويطالع ويعيش ويبعث لأهله فرضاً إذا كان بده يضل، ولا في تركيا حتى في كثير إشكالات عم بتصير والناس ما عادت آمنة. ما تسمح لي انا بعيالي بتركيا مثلا صار لي سنتين بعيد عنهم، يعني هلا اجيبهم بالبحر بيموتوا بالبحر، يعني كثير كثير فيها اخطار يعني هون بالنمسا. عندي 5 بنات موجودين بالاردن، البنات عم بكبروا، وحده صار عمره 21 سنه ما عاد قادر الم شمله، ابني صار عمره 20 سنه ما عاد قادر الم شمله، عندي بنت هلا بدها تفوت 18. طب وين بدهم يروحوا هذول؟ يروحوا على البحر؟ يعني نحطهم بتم الناس اللي بتهرب اشخاص، او اني اضطر اني ارجع فيهم على سوريا عشان اعتقل واقتل وكذا؟ طب انا شو معقول اجيب لك اثبات اذا طالع من بيتي بال2014؟ هل انا حابب اترك ارضي وارض اجدادي؟ نحن وصلنا يعني بشار شخص دمر الدنيا، شخص ما عرفتوا تشيلوه وترجعونا على بلادنا. يعني انا زلمه معتقل بالنظام وجيت لهون عطوني اقامه الحمايه، اقامه الحمايه ما عليها لم شمل. شو هالناس اللي قاعده هون؟ نحن شي 2001 3000 شخص، ما في شخص له غير الحمايه، حمايه شو بدنا فيها نحن؟ نحن نرجع خلينا نموت، خلي اولادنا تموتوا ونحن نعيش؟ ما بدنا نعيش نحن هون، يا بيجيبوا لنا اولادنا يا يعطونا رفض يطلعونا من هالبلد. ما بدنا الحمايه شو بتساوي لنا؟ اولادنا مكبرين، انا زلمه معتقل بالنظام ومنشق من الجيش، تعطيني القاضيه تقول لي انت ما عندك شيء، عليك مشاكل بسوريا انه انت بمناطق الاكراد، شو بدي بالاكراد؟ انا زلمه 13 سنه برات سوريا، ما اجيت على سوريا، اجيت اعتقلت بال 2019 بسوريا. شو بدنا باقامه الحمايه؟ بدنا اقامات، يا يعطونا لجوء بالبلد يا يعطونا رفض خلونا نطلع من هالبلد، هذا اللي بدنا اياه. لا جواز سفر تقدر تسافر بيه تروح تشوف بيه عيلتك، لا يفعلون يعطونك رفض ترحيل انه تروح لغير دوله، وكل الدول قامت لم شمل، كل الدول الموجوده قامت لم شمل الا النمسا ما قامت لم شمل. احنا بدون لم شمل، والموضوع اذا بدنا نجيب عوائلنا تهريب عن طريق التهريب اكيد معرضين للموت، والدليل قدامكم البواخر اللي غرقت والبلمات اللي غرقت، لانه ما بدنا نضطر على ظرف ثاني ونجيبهم بالبحر عن طريق التهريب بالغابات ويشنشطوا وينصب عليهم أكثر من مرة ومرتين ويستغل كل الطربات وكل الدول البعيدة وتجار الدم يستغلونه. إحنا مطالب، إحنا عايشين بدولة والدولة بتقول إنه نظامية، إحنا بنتمنى إنه تكون نظامية وبحقنا وتعطينا حقوقنا وتوفر لنا مستلزمات الحياة اللي بعازتنا. إحنا عايشين بدون عوائلنا، بدون أطفالنا، أطفالنا شبه تشردوا. إقامة صالك الدنما مثلا يانجي رفضيت الدنما واناكي صالك ادميني اتصال ادميني زاروكي خونا بينن افزاروكي ما حمود بن واد ادمينن عوج ترصيد انا نارازن شحربي بازانا حمود ترصا كيدنا اما اتنا في ديجي صالك الدنما ملطي هنكي بيتشكي صالك قدوري ملطي خبي صبي امي زاروكي خو تهريب بينن ويد بحريرة بينن ويد بحريرة غرقين بنين هاكي سفينة غرقي 750 إنسان ويد بخيري دشو. فنطالب النمسا أنها تلاقي لنا حل بالنسبة للإقامات السنة بلم شمل سريع. أنا كنت رايح على ألمانيا، المسكت بألمانيا الساعة 5 الصبح رجعوني للنمسا. يعني أنت ما بصمت في؟ لا ما بصمت، بصمت بألمانيا، بألمانيا رجعوني للنمسا، بالنمسا يا بتصم يا بترجع. يا أخي يا أعطونا، أنتم ما بتكون لاجئين اليوم؟ نحن بسنة 2023 بالربع
في عندك 11500 رفض. معقول ال 11500 رفض؟ هذول الجماعه كلهم ما لهم مطلوبين للنظام؟ نحن ما لنا مهاجرين، نحن لاجئين حرب. اذا كان رئيس النمسا او اي عضو بالبرلمان يحسن يبعد عن عائلته لمده 5 ايام. يا اخي انا ما بدي 10 سنوات ولا بدي يعطوني دائما، انا بدي اولادي. شو ذنب ابني هياه صار له 3 سنوات هنا متغرب ما شاف امه بين تركيا وبين اليونان وبين هين توصل لحد الان ما اعطونا شيء يثبت. انظرونا نظره انسانيه، وين الانسانيه بالموضوع؟ احنا يعني اليوم انا عندي 3 اطفال واطفالي موجودين بالاردن بالمخيمات وانا هون، يعني ما يصير بجيبهم تهريب يعني عن طريق البحر او عن طريق بيلاروسيا، فبدنا نظره ينظرونا نظره انسانيه. احنا نطالب على الاقامه السنه، على 6 شهور، على شو ما كان، نلم شمل عيالنا بس، وشكرا للنمسا كلها. هلا في ناس كثير من الشام مناطق النظام كانت شبيحه لحد الان لهاللحظه هاي مع النظام، واجوا لهون خلال شهر ونص اخذوا اقامه 3 سنين وجابوا مرتب وعم يطيروا من مطار دمشق الدولي لهون على النمسا. فاني عسكري منشق، فيحق لي انه اخذ اللجوء ويحق لي الدرجه الاولى، فاليوم هذا الشيء مع الاسف هنا النمسا ما عم يتفاهمون معنا. صلي 11 شهر هون ما حدا قال لي، يعني لا بعثوا لي بوست للمحكمه لانه اقابل اسوي مقابله ولا اي شيء نهائيا. يعني انا معاناتي انه اكلي شربي منامتي كلها بدفعها مني. اعطيني 6 شهور، مو سنه، 6 شهور بس، اعطيني حق لم الشمل. الشباب اللي معي من ضيعتنا اخذوا 3 سنين. احنا منطالب الحكومه النمساويه تنظر بحال السوريين وبوضع الدوله السوريه التعيس جدا. وهكذا مشاهدينا ان معاناه السوريين لم تقف عند قصف النظام، براميل النظام وتهجيرهم، انما بلغت هنا ايضا في النمسا بسبب عدم منحهم حق لم شمل اهاليهم.